تقريبا صار لي 7 ساعات. 7 ساعات بالسرعة؟ اي والله. الحل شنو؟ والله الحل انه يخلون كاميرات بالبانزخانه، الشخص اللي يجي يفول اكثر من مره راح يبين. انا صار لي 21 يوم بالضبط ما فات على البانزخانه، الله وكيل. خلي حتى الناس يصير عداله بالموقف، يعني يبين انه هذا يفول باليوم مرتين او ثلاثه او اربعه او خمسه، والناس مبهدله. والله من البارحه بايت، من البارحه لحد الان. ها؟ مع التامين الشهداء المهربشية هم دمروني، والله العظيم المهربشية هم دمروا الكل بالكل. عن اليوم ما يمهربشية ماكو حتى سرة. شو الحل برايك؟ والله الحل غير هاي المهربشية، ما يغلهم غير المهربشية. والله الحين الأزمة إذا تفتح لليل وبازي خانات وهاي نصة مال البطايق ماكو، فارغة فارغة يعني، حتى تجي طب قبل، فهذولا قسم منهم ما عنده بطايق. انت ليش ما عندك بطاقه؟ ما عندي بطاقه. ثاني شيء ما سياره بالاقساط وما يوكلني هسه الوكاله مالي. يعني مشكلتهم التحويل. مشكلتنا التحويل. وثاني شيء يعني تثربت الشهره هسه عندي عمي صار له 5 اشهر لي ما بعد ما طلع زاه مال البطاقه مال البنزين. اي والله. جاء الكاظمين 7 دقائق ما طولت. بس راح الكاظمين رجعوا الكوبون، لازم المفروض الشهر التاسع نبدي الكوبون، رجعوا الكوبون وبازا 3/4 معزله. وانا من الساعه 3 فجر نايم هنا بالبنزخانه. زين؟ الله يكون بس بعون هذا الشعب والمحافظات، اهل بغداد واهل الجنوب والكراد وكل تجينا، 3/4 الكراد بايتين بالسرطان، تدري ولا؟ هي الوضعيه هذه. والله قدمت من الوجبه الاولى طلعت، راجعت المنتوجات النفطيه قال لازم تراجعها، سلمت كتاب مره ثانيه وبهاي مره ثالثه ولحد الان ما طلعت البطاقه مالتي. بالنسبه لنظام البطاقه الوقوديه بداخل محافظه نينوى، فلقينا انه اثبتت الجداره والمواطن جاي يجهز المنتوج بدون اي يعني ماكو اي عائق امامه، وبالعكس السائق مرتاح وصاحب المحطه مرتاح والدائره مرتاح وماكو اي مشاكل. ايش قد يفول يعني؟ هو السائق معدل يعني اغلبيه السواق يفولون يعني 50، ما عدا نقول ابو السياره الخصوصي دا يشكي من حاله يعني يقولها كل 3 ايام، يقول يا حبذا لو يسووها 48 ساعه 72 ساعه، لانه اكو بعض يعني حضرتك تعرف انه ابو الاجره يعني عفوا ابو الخصوصي يعني اغلبيتهم يشترون اجره، فهذا يقول هذا هم دا يسبب عائق له. والله اسع دخلت البنزخانه فارغه، هاي بالنسبه للبنزخانه ما صار لي دقيقتين من دخلت. شنو هاي بطاقه؟ بطاقه وقوديه هي انا عند الولد اخذها. زين انت ويا البطاقه الوقوديه لو ويا الغاها؟ والله احنا نتمنى ان تلغي الكل تستفاد منها ويتوفر البنزين بصوره صحيحه للجميع، افضل مما اسع سرعه يعني بالتاميم شوف واصله الى المعارض اعتقد او اكثر، بس بالنسبه للبطاقه لا اتوفر.